المسيح هو قلب الكتاب المقدس، وكل أجزاءه تتفهم في شخص المسيح فقط. وسفر المزامير واحد من الأسفار اللي المسيح يحتل مركزها تماماً وواضح فيها بشكل رائع وعظيم. كمان سفر المزامير أكتر أسفار العهد القديم اقتباساً منه في العهد الجديد. المزامير اللي هندرسها في الفترة الحالية هي اللي بنسميها المزامير المسياوية أو المسيانية، اللي تتكلم عن المسيح اللي اقتبس منها صراحة في العهد الجديد من هذه المزامير، وتقال عنها لكي يتم المكتوب أو ما أشبه ذلك. بندعوك لفرصة جميلة ندرس فيها هذه المزامير اللي بتتكلم عن شخص المسيح، عن دخوله إلى العالم، عن حياته الكاملة، عن عمله، عن أمجاده. ندعوك تشاركنا في المزامير المسيوية في برنامج فحصيل الكتب. لإمام المغنين على أيلة الصبح مزمور لداود. إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري؟ إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدو لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. عليك اتكل آباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. المزمور اللي سمعناه دلوقتي بيكلمنا أو نقدر نعتبره قمة المزامير المسياوية. في الحقيقة كل المزامير المسياوية رائعة تحدثنا عن المسيح، لكننا هنا نقترب إلى الجلجثة. وحسن أننا نخلع أحذيتنا من أرجلنا، فإننا نقف هنا على أرض مقدسة. المسيح له كل المجد، متروك من الله. كيف نستطيع أن نفهم أو نفسر هذا الأمر؟ أعتقد كل عقول البشر مجتمعة تقف عاجزة قاصرة، ما تقدرش تعرف ما الذي حدث. بقول عنه أنه قمة المزامير المسيوية، لأن أول آية في هذا المزمور اقتبست مش مرة واحدة، لكن اقتبست مرتين في العهد الجديد، في إنجيل متى 27 ومرقس 15، ودي العبارة الوحيدة من عبارات المسيح السبع من فوق الصليب التي ذكرت في إنجيلين متى ومرقس. مش بس أول آية، لكن آخر آية: يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بأنه قد فعل. ترجمت في الترجمة السبعينية تيتلستاي قد فعل، اللي هي نفس النطق الذي نطق به المسيح في العبارة السادسة وترجمة في العربي قد أكمل. ما يميز هذا المزمور أيضا أنه يتكلم عن خلاصة القصة، كل الموضوع اللي احنا مشغولين به: الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، خلاصة كل أقوال الأنبياء. في الحقيقة مزمور 22 هو بيلخص لنا كل كلام الأنبياء. الآلام التي للمسيح، نعم صح إنه لا يذكر بعضا من آلامه، لكن يذكر القمة، الذروة بتاعت آلام المسيح عندما كان في ساعات الظلمة متروكا من الله. لكنه أيضا يحدثنا عن الأمجاد التي بعدها، بدءا من الآية 22. مزمور يتكون من 31 آية، 21 آية منها بتكلمنا عن آلام المسيح، وعشر آيات بتكلمنا عن الأمجاد التي بعدها. أقول أخيرا أن في هذا المزمور نرى ذبيحة الخطية، وهنا نرى الله باعتباره القدوس. لما بنفكر في ذبيحة الإثم نفكر في بر الله وعدل الله، لكن عندما نفكر في ذبيحة الخطية فإننا نفكر في قداسة الله. هنا سؤال ولا نسمع إجابة عنه: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أين الإجابة؟ في الحقيقة الله لم يجب المسيح، لأنه كان تارك المسيح في ساعات الظلمة، لكن المسيح نفسه عندما لم يبرره الله، لأنه كان في الوقت ده بيحمل خطايانا إحنا، فإن المسيح برر الله عندما قال له: وأنت القدوس. لماذا الكفارة؟ لأن الله قدوس. وماذا تعني الكفارة؟ تغطية.
لذلك ترك المسيح من الله لكي يمكن أن لا يتركنا نحن إلى أبد الأبدين. الحقيقة بنشوف في الثرخة المريرة إلهي إلهي لماذا تركتني، جهنم بعينها، لأنه في البحيرة المتقدة بنار وكبريت أقدر أشوف على الأقل ثلاث حاجات: النار والظلمة، وأصعب من الاثنين الترك من الله. والمسيح فوق رابية الجلجثة أرسل الله نار من العلاء فثرت في عظامه، وكانت ساعات الظلمة الرهيبة اللي هنشوفها في المزمور اللي قدامنا، وكان أصعب الكل إنه ترك من الله لأجلنا. الحقيقة هذا المزمور إن كان هو ضمن المزامير المسيحية، وكل المزامير المسيحية بتشاور على شخص المسيح في آلامه وأمجاده، فهو يتفق معه في هذا الخط: الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. لكنه أيضا يرتبط بالمزامير اللاحقة له 22 23 24، وتكون سلسلة جميلة في الماضي والحاضر والمستقبل. ف 22 نرى في صليب المسيح ذات العبارة التي نطق بها المسيح: إلهي إلهي لماذا تركتني، أو إلوي إلوي لما شبقتني، كما جاءت في الأناجيل أو في إنجيل مرقس. والحقيقة كما نقدر نشوف في مزمور 24 المسيح الممجد في المستقبل. لكن أنا عايز أعلق على هذه الصرخة، صرخة الترك: إلهي إلهي لماذا تركتني. أفسحت لنا المجال لكي نتغنى في مزمور 23 مزمور الراعي بهذه العبارة الجميلة: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. فكانت تكلفة أن يكون معنا في وادي ظل الموت وأن يكون برفقتنا أن يترك هو من رفقة الله بهذه الصرخة: إلهي إلهي لماذا تركتني. عناوين المزامير مميزة لكل مزمور في مكانه، والعنوان هنا الحقيقة فيه شوية حاجات مشتركة مع مزامير تانية زي الإمام المغنين وزي مزمور وزي لداود، دي نشوفها في مزامير تانية. بس على أيلة الصبح مميزة المزمور 22. والحقيقة أيلة الصبح مش مؤكد هي إيه، ربما تكون هي النغمة التيون اللي بترنم عليها، غالبا هي هتكون كده هوت، لأنه بعد كده بيذكر نوع مزمور بيرنم بآلات معينة. لكن مش ده الأهم عندنا، الأهم إن هي بتميز المزمور، فبتورينا المسيح كأيلة كغزالة. اتقال عنه بلغة الرمز زمان: أيلة مسيبة تعطي أقوالا حسنة، حيوان طاهر جميل رقيق سريع محب للمية، موجود في أماكن نظيفة محترمة، يشق الظلف ظلفه ما يلزقش في الأرض. كل الحاجات دي لو أنا خدت وقت فيها، كل واحد من المشاهدين خد وقته فيها ويشوف إزاي المسيح كان كده، حاجة رائعة جدا. والمزمور كأنه بيشرح لنا قلب هذه الغزالة وماذا كان يقول في وقت الصليب. بالإضافة إلى ذلك، يظن البعض أنها تشير إلى نهار جديد بعد ليلة عتمة، لأن يقال أن داود كان يرعى الأغنام في روابي بيت لحم، وبعدين في جبال شرقية من عندها تطلع الشمس وتبقى عاملة زي قرون الأيلة. فالتعبير الشعري ده يفيد شعاعات النور بعد ليلة، وأعتقد الراعي لما بيبقى سهران بيبقى نفسه يطلع النهار. وأعتقد أن التلاميذ لما مات المسيح كان نفسهم يسمعوا أخبار، أو أعتقد أنه ما كانش يخطر على بالهم، لكن قد إيه الفرحة ملأت قلوبهم عندما علموا أن، يعني الدليل على كده أن تلميذي عمواس يا دوبك وصلوا البلد ما كلوش لقمة، أول ما عرفوا أن المسيح قام سابوا الدنيا بكل ما فيها وجريوا على أورشليم يخبروا أن المسيح قام من الأموات. ودي الآية 22: من قرون بقر الوحش استجب لي. 21 22: أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك، قام المسيح. إلهي إلهي لماذا تركتني لا تنطبق على اختبار داود اللي قال في موضع: لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، لكن هي تتفق تمام الاتفاق مع اختبار الرب فوق رابية الجلجثة. بيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاص. وهنقرأ عن بعد الله عنه بدل المرة ثلاثة هنا في عدد واحد: بعيدا عن خلاصي. في عدد 11: لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين. في عدد 19: أما أنت يا رب فلا تبعد، يا قوتي أسرع إلى نصرتي. يعني في الحقيقة الكلام ده غريب، كل الغرابة
عن الابن الأزلي، الابن الأزلي الذي من الأزل في حضن الآب، كيف يترك من الله؟ أقول مش بس غريب على اختبار المسيح اللي اتقال عنه الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت نهار ليل معاه في شركة وثيقة، لكن أيضا غريب على اختبار الأدخاء كما حضرتك أشرت لما يقول لم أرى صديقا تخلي عنه. هنا الصديق الأعظم البار الكامل متروك من الله، كيف؟ لكن أقول أيضا ولا حتى الأشرار اختبروا هذا الترك، لأن بولس بيقول مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، هم صعب بيقولوا لله ابعد عنا، لكنه إلى الآن لم يأخذهم بكلامهم. هيجي اليوم اللي يقول لهم تباعدوا عني، لكن هذا اليوم الرهيب بالنسبة للأشرار المسيح قاساه لأجلي ولأجلك لما كان على الصليب. طبعا الترك الذي تكلم عنه المسيح في هذه الصرخة، إلهي إلهي لماذا تركتني، وشكل الترك الشكل الكامل ده لما يقول إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، تأتي الإجابة عليه أو سبب الترك في العدد اللي بعد كده، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. المسيح باعتباره الإنسان الكامل هو رجل رفقة الله. هذه العبارة إلهي إلهي لماذا تركتني لما اتقالت في الأناجيل اتقالت لما شبقتني، شبقتني يعني سبقتني، وكأن في اتنين أصدقاء ماشيين مع بعض لكن واحد يوم سبق التاني. ودايما السؤال، اتنين يعني ماشيين مع بعض واحد رفيق التاني، لكن ليه يسيبه؟ سابه لأن في وضع خلاه بعد عنه. إيه الوضع اللي كان فيه المسيح خلى الله تركه، خلى أشاح وجهه بعيدا عنه؟ الحقيقة لأن المسيح في هذا التوقيت كان حاملا لخطايانا، وضعت أثامنا على رأس المسيح كالبديل، الرب قد وضع عليه اسم جميعنا. واحد يقول له طب وإيه المعنى؟ أقول لك إن كان المسيح في هذا التوقيت كان نائبنا وبديلنا وتحطت عليه أثامنا، الله مكتوب عنه أنه القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. فالله القدوس لا يطيق أن ينظر إلى الخطية وهي متمثلة في شخص المسيح، فجاء كل الغضب على رأس المسيح متمثلا في هذا الترك الرهيب. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ترك لأن الله هو القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل والمسيح حامل خطايانا كالبديل. عرفنا أنه هذا الترك غريب على اختبار القديسين، وده اللي بنشوفه في عدد 4 وعدد 5. عليك تكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك تكلوا فلم يغزوا. لكن عدد 6 إحنا بنقف قدام مشهد من مشاهد الاتضاع الغير عادي. الناس مستكترة إزاي الله يرضى بأنه يكون إنسان، وهو فعلاً ده اللي حصل بالإجماع عظيم، هو سر التقوى، الله جاء في الجسد. لكن هنا بيقول أما أنا فدودة لا إنسان، وأنا هنا بشوف اتضاع أكبر وأعظم. في فيليب 2 بشوف الاتضاعين، الله أو بمعنى أصح اللي في صورة الله أخلى نفسه، لكن حتى بعد ما صار في شبه الناس يقول لنا الكتاب وضع نفسه وأطاع حتى الموت. أما أنا فدودة لا إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب. في عدد 2 إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. وحب أقول عشان أبسط للمشاهد القصة أن المسيح لما كان على الصليب ظل فوق الصليب 6 ساعات، 3 ساعات الأولى كانت نهار، و3 ساعات التانية كانت ظلام. في ساعات النهار تألم من يد البشر، تألم بالظلم من يد البشر. في ساعات الليل تألم بالعدل من يد الله. عجيبة، تألم من يد الله بالعدل؟ الإجابة نعم، عندما الرب وضع عليه إثم جميعنا. في ساعات النور كان المسيح يتألم كشهيد، قدوة لنا وقدوة لكثيرين من الشهداء الذين تحملوا آلام الصليب. لكن ساعات الكفارة فيش حد، لا قبل المسيح ولا بعد المسيح، ولا حد يقدر أنه يشارك المسيح في هذه الآلام. فتألم من يد الله العادل عندما سر الرب، زي ما قلنا في إشعياء 53:10، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. ده شيء، وعشان كده أعتقد أن ساعات الظلام لم يسمع فيها إلا الصمت، ولم يرى فيها إلا الظلمة. إيه اللي تم محدش يعرف، ومش هنعرف لا هنا ولا في الأبدية،
لكن نعرف أن الله اقتص كل خطايانا من البديل، والمسيح على الصليب قال قد أكمل وتوفى دينا إلى الأبد. أضيف لكلامك أخي يوسف أنه في ساعات النهار تألم من البشر بسبب البر، فلأنه بار تألم بالزبط. لكن في ساعات الظلمة لأنه حامل الخطية تألم من الخطية. صورة رمزية بتتكلم عن الجهتين دول، ساعات النور وساعات الظلمة. الفلك يوم ما جاء طوفان يتقال انفتحت طاقات السماء وانفجرت ينابيع الغمر. المية جاية منين؟ الحقيقة المية جاية من تحت والمية جاية من فوق. انفتحت ينابيع الغمر العظيم وجت على الفلك من تحت من أسفل، وانفتحت طاقات السماء ونزلت المياه التي فوق الجلد على الفلك، وكان الفلك بين مائين، مية من تحت ومية من فوق. وكان المسيح في ضيق على الصليب، ضيق وألام جياله كشهيد للبر من أسفل، وألام أو ألم جاي من عند الله الديان العادل على المسيح باعتباره حامل الخطايا وبديل عنا فوق الصليب في ساعات الظلمة. الواحد بيقف متعجب قدام المزمور دوت، يعني أنا عقلي بياخدني إن ده الكلام اللي كان بيقوله الرب فعلا على الصليب، يعني الكلام ده كان بيدور في داخله أو صلاة في داخله. طب هو مش بيسمعك، أنت بتقول إلهي إلهي لماذا تركتني، لكن الرائع والعظيم أن الوحي يقدس هذه المشاعر الإنسانية للإنسان الكامل اللي قدم نفسه لله ذبيحة. كل التفاصيل ديت الدقيقة دي ما حبش إن هو يسيبها بعيد عننا، لكن حب إنه يطلعنا عليها من خلال هذا المزمور. مطروق من الله ويصرخ إلى الله، أهو ده رئيس الإيمان ومكمله. طبعا احنا عارفين إنه المسيح تبارك اسمه هو الله الظاهر في الجسد، فمن الذي ترك؟ الذي ترك هو الرب يسوع المسيح كالإنسان، لكن في دائرة اللاهوت لا انفصال مطلقا بين الآب والابن والروح القدس. حتى كإنسان وهو في ساعة الموت قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. وأضيف يا أخي عياد أن البعض فاكر لماذا تركتني لهؤلاء الغوغاء يعملوا بي ما يشاءوا. لا أعتقد أن هذا التفسير صحيح، لقد ترك من الله بكل معنى الكلمة، بس مش الآب ترك الإب، لا، لكن الله ترك البديل اللي كان بيمثلني وبيمثلك وبيمثل كل المؤمنين، ترك بسبب خطايانا نحن. إذ ننظر إليك في المجد الرفيع قلوبنا يا رب تكثو بالخشوع، هناك نقرأ الروايات التي عن الصليب تحكي هوله المريع. كل رموز العار في سواده نراها فوق رأسك تحققت، وكل آلامك في أعماقها فوق الصليب قد ترك، ولم تجد حولك عينا أشفقت، والآن عن يمين الله قد رفعت تردد السماء مدح ما فعلت. صراخك بعيدا قد غدا، فالآن في الوجه الذي قد أفسد نقرأ مجد الله فائقا بدا. لذاك إذ ننظره نكثو لك مباركون
يستحق حمال كريم. هذا مديح الأرض والسماء لك. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه، لينقذه لأنه سر به. لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي. عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. الأعداد اللي احنا لسه سمعينها دلوقتي بتستكمل الفكرة التي بدأت في عدد 6. فالمسيح محتقر، في عدد 6 بيقول أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. الدودة التي تتكلم عن الاحتقار، لكن بيكمل الفكرة في عدد 7 بيقول بقى كل الذين يرونني يستهزئون بي. في نوع من الاستهزاء يحتقرونه، لكن كمان تفوهوا بكلمات الاستهزاء. وعندما تفوهوا بكلمات الاستهزاء كأنهم بيقولوا له أنت حطيت عشمك في ربنا وربنا تخلى عنك، اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. المسيح هو الشخص الوحيد المتكل على الله اتكالا حقيقيا، بحسب مزمور 16 احفظني الله لأني عليك توكلت. وهو عبر عن هذا الكلام في العدد اللاحق في عدد 9، لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي. فمن الرحم وخروج المسيح من الرحم، المسيح متكل على الله أبيه. عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. لكن لماذا ترك؟ ترك لأنه حامل لخطايانا على الصليب. عشان كده بيقوله تاني لا تتباعد عني لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. مع أنه في حياته الإنسانية كلها المتكل على أبيه والمتمتع بحفظ أبيه، لكن في هذا الوقت بالتحديد ترك لأنه كان بديلنا وحامل لخطايانا. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجي. في الكتاب المشهد يفغرون الشفاه يمصون الشفاه، يعني كل اللي يشوفه يتعثر. وده الأمر اللي آلم المسيح بحسب مزمور 69، وهو أيضا يكلمنا عن الجلجسة. لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود. أنا مش عايز أكون سبب عثرة لأولئك الذين يعلموا جيد العلم أني متوكل عليك. وبعدين جراله ده، وده اللي بيقوله هنا قد اتكل على الرب يعني خلي ربنا ينفعه. يا لشر هؤلاء الأردياء، لينقذه لأنه سر به. هل الله سر بالمسيح؟ نعم ونعم، وأعلن ذلك أكثر من مرة في المعمودية وفوق جبل التجلي. هنا بيعثروا، أنا مش عارف العثرة دي بالله ولا بالمسيح ولا بالاثنين طبعا، يعني لينقذه لينجيه لأنه سر به. يسجل لنا الوحي مش بس كلمات المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني، لكن ما كان يقول في خاطره وفي فكره. وحلو قوي وهو في هذه الساعات الرهيبة يقول في فكره كل حياته على الأرض من مولده إلى الساعة اللي علق فيها على رابية الجلجثة. يقول له أنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، مع أنه هو على ثديي المطوبة مريم كان في رحلة هرب من إسرائيل إلى أرض مصر، ما كانتش أبدا حاجة تدعو إلى الطمأنينة. لكن هذا المتكل على إلهه كان مطمئن رغم هذه الظروف القاسية. وده درس لنا إحنا كمان، أننا لما نكون في ضيق أو في محنة نتذكر المشوار اللي الله مشيه معانا ورافقنا بطول الرحلة. لكن ليه يسجل لنا الكتاب هذه المشاعر رغم أن الطلبة لا محل لها من الإعراب لأنها لا تسمع؟ ده لأنه المسيح حتى ولو بيقدم كذبيحة خطية كان بالنسبة لذبيحة الخطية تحرق خارج المحل، لكن الشحم اللي بيغشي الأحشاء كان يصعد للرب
رائحة ثرور، وهذه المشاعر كانت صاعدة والرب لم يحتقرها أبدا. واحد قال إن في الفصح على الإسرائيلي أن يأكل رأسه وأكارعه وجوفه. أين نجد رأس المسيح؟ نجده في أسفار موسى الخمسة ونجده في الرسائل. أين نجد أكارع المسيح؟ نجده في الأناجيل. أين نجد جوف المسيح؟ مشاعر المسيح، أحاسيس المسيح. هذه المزامير، وأستطيع أن أقول ولا سيما وفوق الكل مزمور 22. في أقوال المستهزئين لشخص المسيح بيقولوا اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. كانوا بيحطوا قاعدة عامة، لو أنا عايز أطلع بتطبيق لينا، كانوا بيحطوا قاعدة عامة، إن كان الله قد سر به فلينجيه. أيوه، عايزين تقولوا إيه؟ عايزين نقول اللي ربنا بيسر به وبيحبه ما يحطوش في الموقف ده، لازم ينقذه. برضو عايزين تقولوا إيه؟ عايزين نقول إن طالما هو في الوضع ده يبقى ربنا مش بيسر به. وأعتقد ده فكر منتشر إلى الآن، يقول لك فلان ده ربنا بيحبه علشان مش بيدخله في مرض أو أنقذه من المرض. لكن الحقيقة ربنا يسر به جدا، وموت الصليب كان أيضا سرور لقلب الله أبونا، وموت الصليب كان إتماما لمشيئة الله، ونتيجة موت الصليب المسيح أكمل العمل. وإن كنت بطلع بدرس ليا ولكل المشاهدين، مسرة ربنا لينا أنه أحيانا كمان نكتاز في ضيق عشان يطلع خير من هذا الضيق، علشان يكرمنا من خلال هذا الضيق. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر. كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون. الآيات اللي قدامنا أشوف فيها ألام الرب من اليهود وألامه من الأمم، ألامه من اليهود ممثلين في الثيران، وألامه من الأمم ممثلين في الكلاب. في عدد 12 يقول أحاطت بي ثيران كثيرة، وفي عدد 16 يقول لأنه قد أحاطت بي كلاب. لكن الحقيقة أنه من عدد 1 لعدد 21 أقدر أشوف الألام اللي تألم بيها المسيح من يد الله ومن يد البشر ومن يد الشيطان. من يد الله الآيات من 1 لـ6، من يد البشر الآيات من 7 لـ18، ومن يد الشيطان في الآيات من 19 إلى 21. عندما شبه اليهود قال عنهم أحاطت بي ثيران كثيرة، لكن مش أي ثيران، الأقوياء باشان اكتنفتني. كانت ثيران باشان أقوى ثيران، كانت سمينة، يعني دخلتها في إنسان علشان تدوسه وتطحنه، الحقيقة كانت صعبة قوي. أنا مش قادر أتخيل إزاي جمعوا الجمهور كله على شخص المسيح، إزاي وقفوا كلهم ضد شخص المسيح. مش بس كده، بيتكلم عن الأمم باعتبارهم الكلاب، لما جمعوا عليه كل الكتيبة تبارك اسمه، كان هو في وسطهم، موضوع استهزائهم، لما جلدوه ولما عروه ولما ضربوه ولما كانوا يتفننوا في إزائه، مجموعة من اليهود ومجموعة من الأمم، أقوياء باشان والكلاب. وهو بيقول في عدد 14 أنا في وصيهم زي إيه؟ كالماء انسكبت. كالماء انسكبت، عن ماذا يتكلم الماء المسكوب؟ عن الضعف الشديد. بعد ما تدلق مية في الأرض تتلم إزاي؟ الماء ضعيف جدا، ولما يتسكب في الأرض ضعيف جدا. المسيح صلب من ضعف، كأنه لم يدافع عن نفسه، بلغة الرمز الكبش الممسك بقرنيه في الغابة، سلم نفسه ليهم، عملوا فيه اللي هم عايزينه بإرادته. كاتب هذا المزمور كأنه شاهد عيان، والحقيقة هو كاتب الحقيقي لهذا المزمور هو الروح القدس، لأنه بيقول لنا هنا اللي عملوه اليهود وإيه اللي عملوه الأمم. يا
يعني لما يقول ثقبوا يدي ورجلي ما ينسبش ده لليهود، لأن اللي عملوا كده الأمم مش اليهود. لكن لما يقول فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر ينسب دوت لليهود. فدقة الوحي وكأنه المشهد شاهد عيان هو الذي يسجل لنا هذه الأحداث، مش داود قبل وقوع هذه الأحداث بألف سنة بيخبرنا، لكن الروح القدس هو اللي بينبئنا بهذا الكلام. بياخدنا الكاتب في جولة في الألام النفسية بتاعته، في ألام حتى العضوية، لما يقول انفصل كل عظامي، ده الحقيقة مش حاجة مجرد شكلية أو رمزية، لكن المسيح وهو بيصلب بطريقة الرومان كانوا بيعملوا مكان المسمار في كل واحد في مكانه، فيركبوا الإيد الأولانية ويحطوا المسمار، يجي عشان يركب الناحية التانية ينخعه شده فتنفصل العظام. الحقيقة أنا الجملة دي أنا في مرة حصل انفصال، يعني ديسلوكيشن هنا بس في صباع وترد بعد دقايق، بس كان ألم صعب جدا. فالواحد بيقول يقف قدام الآية دي يقول أمال انفصلت كل عظامي ديت شكلها إيه؟ اتحمل كتير جدا. وهم ينظرون ويتفرسون فيا. بشوف أو أقدر أقارنها بمشهدين. المشهد الأولاني عندما أهل بيت شمس في حماقة وتهور رفعوا غطاء التابوت والرب غضب عليهم ومات منهم الكثيرين في ذلك الوقت. تهور إنهم يعملوا كده مع التابوت الذي كان مجرد رمز للرب يسوع المسيح. لكن المشهد الثاني اللي باخده في إشعياء 6 لما نشوف السرافيم لكل واحد 6 أجنحة، مش عشان يطير نمرة واحد، مش عشان يغطي رجليه نمرة، أول حاجة علشان يغطي وجهه لكي لا ينظر إلى هذا الإله القدوس. دول بيقول لنا وهم ينظرون ويتفرسون فيا. وأقول ونحن أيضا كثيرا ما نظرنا إليه وتفرسنا فيه، ولا سيما عندما يحيطنا حوله لنصنع ذكرى موته في أول كل أسبوع، بننظر وبنتفرس لكن بمشاعر مختلفة تماما. أيها الإخوة أصغوا واعرفوا هذا السبب، هل لكم علم به؟ بنتأمل بنقول يا سلام، أنت يا رب احتملت هذه الآلام من أجلي أنا فعلا من أجلي أنا؟ والإجابة نعم. هل كل ذا عني أنا؟ نعم عني. مزمور يسجل رداءة وشراسة الأشرار لكنه ينشئ سجودا وحمدا في قلوب الأبرار. يا للمفارقات العجيبة لما أشوف من تذوب أمامه الجبال، في عدد 14 يذوب قلبه كالشمع، واللي أشوف اللي بيروي العطاش في عدد 15 أشوفه لا ثقة لسانه بحنكه. العهد القديم في ثلاث صور للدينونة، العالم القديم فاض عليه الماء فهلك في الطوفان، دينونة المياه، وكمان في دينونة الظلام التي جاءت على الأرض مصر، وفي دينونة النار التي رمد بها الرب مدينتي سدوم وعمور، والثلاث صور دول اتجمعوا في شخص المسيح على الصليب. هل ذاب قلبه كما يذوب الشمع أمام اللهيب؟ نعم، أرسل من العلاء نارا إلى عظامي فسرت فيها. هل نزل إلى غمار مياه الدينونة؟ نعم، غمر قد نادى غمرا عند صوت ما يذيب الله، كل طياراته ولجاجه قد طمت عليه. لكن هل دخل في الظلام؟ جاء ظلمة عظيمة على كل الأرض. الحقيقة المسيح اختبر هذه الصنوف والأصناف من الدينونات الثلاثة التي جاءت على رأس المسيح. لكن كمان أنا واقف بانبهار قدام الكتاب على تحديد نوع الموت اللي هيموته المسيح، وهو موت الصليب. حتى الموت موت الصليب، ثاقب يدي ورجلي، تحديد هذه الطريقة وهي موت الصليب، دي حاجة في منتهى الدقة، لدرجة إن في ناس بتعترض على الكتاب يقول لك الحقيقة في نبوات في الكتاب كتبت لاحقا وفي حاجات اتكتبت متأخرة علشان تناسب الأحداث. طب قول لي ديت اللي اتكتب قبل المسيح بمئات السنين كيف كتب لكي يضاهي الأحداث ويناسب الأحداث؟ كان الكلام مسبقا أن المسيح سيموت معلقا على خشبة، زي ما جاء في سفر التثنية المرفوع والمعلق على خشبة. أرادوا أن يرجموا المسيح، ما كانش ينفع يرجم المسيح. أرادوا أن يلقوه من على الجبل المدينة قائمة عليه، مدينتهم قائمة عليه، ما ينفعش. ربنا محدد طريقة الموت موت الصليب، وتحديد ميعاد الموت والمكان اللي هيموت فيه في مدينة أورشليم. كل هذه التدابير كانت تقول لنا أن السماء تشرف على تتميم
عملية الصليب، موت الصليب ثقب يدي ورجلي. تأكيدا أخي عياد أنه مش نبوة لاحقة، عايز أقول بس فكرة بسيطة أنه العهد القديم والمزامير في دين اليهود اللي مش عايزين يقولوا الكلام دوت، لكنه اللي معاهم لحد النهاردة مكتوب فيه ثقب يدي ورجلي. اسأل أي واحد فيهم إيه ده، الكلام ده حصل مع ده مع داود؟ لا ما حصلش، مش مسجل في أي تاريخ عندهم. أمال إيه تفسيره؟ لو أمين مش حيقدر يلاقي حل غير المسيح، لكن لو حاول يزوغ يزوغ براحته، لكن هو محفوظ عند ناس ينكرون هذا القول لكنهم يصرون على أن هذا القول قول الروح القدس. فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر. مين هم دول اللي فغروا علي أفواههم؟ عرفنا أنه ده بينطبق على الآية 12 بتقول أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء بشان اكتنفت. أخونا أسامة قال لنا أن ده بينطبق على اليهود. جابها منين؟ جابها من عاموس أصحاح 4. اسمعي هذا القول يا بقرات بشان التي في جبل السامرة إسرائيل، الظالمة المساكين الساحقة البائسين. وما أعتقدش أن فيه مسكين نظير المسيح عندما كان معلق لأجلنا على الصليب. هنا بنقرأ عن في عدد 12 أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء بشان اكتنفتني فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر. لو رحنا إلى حادثة الجلجسة هنقرأ العجب لما الكتاب يقول لنا كانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب. طيب أي شر عمل يزداد صراخا ليصلب؟ قال لهم أأصلب ملككم؟ ازدادوا صراخا ليس لنا ملك إلا قيصر. جاب مية وغسل إيدي وقال إني بريء من دم هذا البار. فقالوا وكما قال أحدهم لم ينطقوا في حياتهم كفرا كما نطقوا في ذلك اليوم، دمه علينا وعلى أولادنا. فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر. التفاصيل الكبيرة موجودة، ثقب يدي ورجلي يمكن أهم حاجة في الصلب، ثقب الإيد والرجل، لكن كمان التفاصيل الصغيرة في عدد 18 يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. ما كانوش عارفين وهم بيقترعوا على ثوبه إن هم بينفذوا مشورة الله المحتومة، ولا سيما إن اللي عمل الشغلة دي عسكر رومان. الرومان ما عندهمش خبر عن ولا عمرهم مزمور الكلام ولا يعرفوا حاجه اسمها مزمور. والحقيقه ده وضح الدناءه بتاعتهم، يعني اخر ما عنده رجل مسكين بالمنظر دوت والرداء. انا مش متوقع ان هو كان حالته، يعني ده هو اللي كان حالته في كل الوقت دوت، لكن طلعوا أسوأ ما عندهم قدام الصليب. يعني انا اعتقد ان من وراء هؤلاء الارداء الشيطان العدو الشخصي للرب يسوع المسيح. شوف يقول كده ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي، علقوه عاريا، ينظرون ويتفرسون فيه. أي الدناءة، ما فيش أخلاق. لا، لأن زي ما المسيح قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلم. قال أحد القديسين العهد الجديد في العهد القديم مظللا والعهد القديم في العهد الجديد معلنا. عزيزي المشاهد ندعوك لمتابعة برنامج فاحصين الكتب ودراسة مستفيضة في أسفار العهد القديم.